بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين مع بعض في فيديو جديد من فيديوهات كورس الفورتيجيت فاير وول 5.6. النهارده يا شباب احنا هنتكلم عن فورتينيت سيرتيفيكيشن باس. خلينا في الاول نبدا ونقول بريفيسلي ان شركه فورتينيت كانت بتقدم 3 اكزامز. اول اكزام كان اسمه فورتينيت سيرتيفايد نتورك سكيورتي اسوشيت، تاني اكزام كان اسمه فورتينيت سيرتيفايد نتورك سكيورتي بروفيشنالز. التو اكزامز دول كانوا بيتكلموا بيغطوا كورس الفورتيجيت فاير وول. بالنسبه للاكزام الثالث اللي هو اسمه فورتينيت سيرتيفايد ايميل سيكيورتي بروفيشنال، ده كان بيتكلم وبيغطي كورس الفورتي ميل. جت بعد كده شركه فورتينيت عملت نظام جديد اسمه فورتينيت نتورك سيكيورتي اكسبرت او ال NSE. ده تقدر تقول عليه نيو بروجرام بيتكون من 8 ليفلز، بيبدا معاك من الانتري ليفل لحد الاكسبرت ليفل، يعني بيبدا معاك من اول اساسيات النتورك سيكيورتي لحد ما تكون راجل نتورك سيكيورتي اكسبرت. في ال NSE بروجرام ده بيغطي معاك كل الفورتينيت برودكتس، على عكس البروجرام القديم اللي كان بيغطي معاك الفورتي جيت والفورتي ميل فقط. في ال NSE بروجرام برضو فيها تو ليفلز للناس اللي هم شغالين في فورتي بارتنر. في التو ليفلز دول بيوفروا لك النولج والسكيلز اللي تخليك تكون قادر تبيع منتجات شركه فورتينيت وتخليك تقدر تتعامل مع الكاستمرز بتوعك. لو بصينا على الفورتينيت سيرتيفيكيشن باص، زي ما قلت لحضرتك ان هي بتبدا او بتتكون من 8 ليفلز، بيبداوا معاك من الانتري ليفل او من ان اس اي 1 ده الانتري ليفل لحد ما توصل للان اس اي 8 ده الاكسبرت ليفل. لو حبينا نشوف تفاصيل كل ليفل فيهم، بالنسبه لليفل 1 او الان اس اي 1 انت هنا بتتعلم اساسيات النتورك سكيورتي، بمعنى هيعلمك ويعرفك يعني ايه نكست جنريشن فاير وول، يعني ايه يو تي ام، هيتكلم معاك عن الداتا سنتر سيكيورتي، هيتكلم معاك عن الابلكيشن سيكيورتي، وفي الاخر خالص هيديك اوفر فيو عن شركه فورتينيت. بالنسبه لان اس اي 2 وان اس اي 3، التو كورسز دول بيوفروا لك النولج والسكيلز اللازمه اللي تخليك تقدر تبيع منتجات شركه فورتينيت. بالنسبه لل 3 كورسز دول، تمام، الثلاث كورسات دول فور فري، تمام، تقدر تمتحنهم عادي، مجرد ان حضرتك تخش تسجل تعمل اكونت وتعمل ريجستريشن من خلال اللينك ده وتقدر تمتحن التلات امتحانات دول. بالنسبه ل NSE 4، هنا انت تتعلم ازاي تقدر تعمل كونفيجر ومنتين للفورتي جيت فاير وول. في ال NSE 4 دي بتحتوي على تو كورسز، اول كورس اسمه فورتي جيت 1، تاني كورس اسمه فورتي جيت 2. بالنسبه لفورتي جيت 1 ده اللي بيساوي الكورس اللي كان اسمه فورتينيت سيرتيفايد نتورك سكيورتي اسوشيت، ده اللي كان بيساوي فورتينيت سيرتيفايد نتورك سكيورتي بروفيشنال، ده كان اسمه اف سي ان اس اي، ده كان اسمه اف سي ان اس بي، تمام. بالنسبه للان اس اي 4 دي لو حضرتك امتحنتها بتكون فاليد معاك لمده سنتين. علشان تمتحن ال NSE 4 او بدايه من NSE 4 لحد NSE 8، لازم تمتحنهم في اي ثيرد بارتي فيندور اللي هي بيرسون في يو اي، تمام، لازم تروح على في يو اي، حد يكون معتمد او حد يكون بارتنر لفي يو اي، وتمتحن عنده بدايه من NSE 4 لحد NSE 8، تمام. بالنسبة لتكلفة الامتحان، تكلفته 400 دولار، تمام. بالنسبة لعدد الأسئلة أو عدد الأيتمز بتكون 60 سؤال. بالنسبة للوقت المتاح ليك بتمتحن في 120 دقيقة، بتمتحن طبعا باللغة الإنجليزية. نسبة النجاح بتكون من 70%، يعني حضرتك لازم ما تقلش عن 70% علشان تقدر تعدي من الـ NSE 4. لو حبينا بقى نشوف محتوى كل كورس فيهم، بالنسبه لفورتي جيت 1 انت هنا بتتكلم في الاول او بيديك انتروداكشن عن اليو تي ام، بعد كده هيتكلم معاك في اللوجنج والمونيتورنج، بعد كده هيتكلم معاك في الفاير وول بوليسز، بعد كده هيتكلم معاك في الفاير وول اوثنتيكيشن، بعد كده هيتكلم معاك في الاس اس ال في بي ان، بعد كده هيديك بيزكس عن الاي بي سيك في بي ان، بعد كده هيتكلم معاك في الاكسبليسيت بروكسي، بعد كده هيتكلم معاك في الانتي فايروس والمودز، واخيرا هيتكلم معاك في الويب فلترنج والابلكيشن كنترول. ده كان بالنسبه للمحتوى بتاع فورتي جيت 1، تمام. بالنسبه للمحتوى بتاع فورتي جيت 2،
هنا بعد كده هيتكلم معاك عن الراوتنج، بعد كده عن الفيرشوال نتوركينج، بعد كده هيتكلم عن الترانسبيرنت مود، بعد كده هيتكلم معاك عن الاتش اي او الهاي افيلابيليتي، بعد كده هيديك ادفانسد عن الاي بي سيك، بعد كده هيتكلم معاك عن الاي بي اس، بعد كده هيتكلم معاك في الاس اس او، بعد كده هيتكلم معاك عن السيرتيفيكيشن، بعد كده هيتكلم معاك عن الدي ال بي او الداتا ليك بريفنجن، واخيرا هنتكلم معاك عن الهاردوير اكسلريشن والاي بي فيرجن 6. تمام، ده كان بالنسبه لمحتوى فورتيجيت 2. تمام، بالنسبه للكورس الخامس او ان اس اي 5، هنا انت هتتعلم ازاي تقدر تعمل مانج واناليسز للفورتيجيت او الفورتينت ديفايسز من خلال الفورتي مانجر والفورتي انالايزر. بالنسبه لان اس اي 6، هنا انت هتدرس الاذرز سكيورتي تكنولوجي بتاعت فورتي نت، يعني هيتكلم معاك عن الفورتي دي دوس، هيتكلم معاك عن ازاي تسكيور الوايرلس لان، هيتكلم معاك عن الدبليو ال سي، هيتكلم معاك عن الفورتي اي دي سي اللي هو اللود بالانسنج، بعد كده هيتكلم معاك عن الفورتي ساند بوكس، وهيتكلم معاك عن الفورتي اوثنتيكيتور، بعد كده هيتكلم معاك عن الواف، واخيرا هيتكلم معاك عن الفورتي ميل. تمام، بالنسبه لليفل 7 او الان اس اي 7، ده تقدر تقول عليه تكمله كورس الفورتي جيت. تمام، حتى بيقول لك ان ده فورتي جيت 3. تمام، انت خدت 1 و 2 في ان اس اي 4، انت في ان اس اي 7 هنتكلم بقى معاك عن الليفل رقم 3 في الفورتي جيت. انت هنا بتاخد بقيه المواضيع اللي انت ما خدتهاش في 1 وفي 2. تمام، وفي حاجات انت اخدتها ولكن هيتكلم معاك فيها بشكل ادفانسد. تمام، تكلفه الكورس ده 200 دولار. تمام، برضو بتسجل على في او اي وتمتحن من خلال في او اي. بالنسبه للليفل رقم 8 او الان اس اي 8 اكسبرت، ده تقدر تقول عليه نفس فكره سي سي اي في سيسكو. تمام، في الان اس اي 8 ده بيتكون معاك من 2 اكزامز، الاكزام ريتن والاكزام الثاني اللي هو البراكتيكال. تكلفه الاكزام ده او اللي هو الريتن اكزام 400 دولار. تمام، بالنسبه لتكلفه الان اس اي 8 براكتيكال ده تكلفته 1600 دولار. تمام، ده كان اخر فيديو في موديول 1. اشوفكم ان شاء الله على خير في موديول 2، هيبقى فيه بقى شغل عملي. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.